المرأة كسوة في قطاع الأمن ولا في أي قطاع آخر قادرة أنها تنجح وتقدم وتأخذ مواقع القرار والمسؤولية حتى في أعلى الرتب، ما فمش حتى إشكال على مستوى التمييز ولا على مستوى يعني لتاش اللي تخدمها من المرأة، فمش يعني إشكال لا يطرح. مديرة العامة الخمسين بوزارة الداخلية نجد جاويدي، عندي تجربة لا تقل عن 26 سنة في وزارة الداخلية. بديت التجربة متاعي في القطاع الأمني كرئيس مركز، ثم كرئيس فرقة، ثم كرئيس مصلحة، ثم كرئيس إدارة، ثم كمديرة، هذا الكل في قطاع الأمن العام، ثم انتقلت حديثا إلى إدارة العامة لحقوق الإنسان. مريت بمناظرة وطنية، دخلت المدرسة الوطنية لتكوين إدارات نشيطة في الأمن، ثم انتقلت إلى معنيها الميدان، العمل في الميدان كرئيس مركز، ثم كرئيس فرقة، ثم كرئيس مصلحة، ثم كرئيس إدارة فرعية، ثم كمديرة، وكل معنيها المجال المهني كله قضيته 23 عام في مجال الأمن العام. كنت أنا أول رئيس مركز في تاريخ تونس سنة 2000، كان تعيين أول رئيس مركز، ودخلت الميدان لقيت معنيها الوحدات الأمنية براتيكمون كلها رجال، وكانت أنا معنيها خطة رئيس مركز هي خطة معنيها قيادية لكن في حلقة صغيرة، وكانت معنيها الصعوبة إنك كيفاش تتعامل مع زملائك، يعني كيفاش أنت باش تقود زملائك بمنطقة يعني المساواة وعدم التمييز. والحقيقة نجحت، لأنه ما نجحتش وحدي فقط، لأنه زادة كان فريق معناها يعاون أني نجحت وقدمت. المرأة كسوة في قطاع الأمن ولا في أي قطاع آخر قادرة أنها تنجح وتقدم وتأخذ مواقع القرار والمسؤولية حتى في أعلى الرتب، ما فمش حتى إشكال على مستوى التمييز ولا على مستوى يعني لتاش اللي تخدمها من المرأة، فمش يعني إشكال لا يطرح كسوة في قطاع الأمن. المهم مشكل إنه المرأة هي تكون موتيفي وتدخل في المجموعة وتقدم وما معنيها تعمل توازن من هي كمعنيها دورها المهني هذه بدرجة أولى، ودورها العائلي بتبيعتها اللي هو يشارك فيها زوجها ورجلها، يعني ما تكونش هي الثقة الكل عليها هي في البيت، لأنه كانت كل ثقة الكل عليها هي في البيت نلقاوها رقيل لنجاح المرأة.